أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا قدمت ديني ليس لأجل دنياي وإنما لأجل ديني أيضا، كان أقدم فرض صغير على ما هو أكبر لكي لا يصل إليه، فهل هذا يجوز؟ ما تتنازل عن شيء من دينك. لو قالوا لك احلق لحيك ما تحلق لحيك، لأن هذا شيء من دينك ولا تطيعهم في هذا. الدين ما يتساهل في شيء منه طاعة للكفار أبدا، المسلم يعتز بدينه ويترفع بدينه ولا يذل للكفار ويتنازل عن شيء منه، لا من السنن ولا من الواجبات. نعم.